طيب عشان نعرف التفاصيل كلها خلوني استقبل معكم الاستاذ محمد فاروق المحامي احد ملاك ارض الامل والقادسيه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. ممكن بعد اذن حضرتك اولا بس في عجاله اتفضل يا فندم. انا بس عايزك في عجاله تشرح لي وتشرح للمشاهدين ايه هي المشكله في عجاله صغيره. اولا انا بشكر حضرتك والدكتور ايمن نور والقناه على سعه صدرها وفتح المجال لينا لعرض مشكلتنا. اولا استاذ جماد، احنا مجموعه من المواطنين المصريين حوالي 120 الف اسره مصريه اشترينا ارض في مدينه القادسيه والامل والعبور الجديده ووقود الطرف الاول هي اللي دعت الارض دي. مشكلتنا بتتلخص برقم واحد، ان المواطنين المصريين هم اللي بيطالبوا الحكومه بتطبيق الدستور وتطبيق القانون وعدم مخالفته. سعادتك، طبعا صدر قرار 249 وقرار 66 لسنه 2009 من السيد رئيس الجمهوريه حسني مبارك، والقرار الرئيسي 249 وقرار 97 لسنه 1997 بتحويل المنطقه دي مدينه العبور بمدينه العبور القادسيه والامل لمنطقه سكنيه. لكن في المقابل وهيئه المجتمعات العمرانيه اللي انا بسميها هيئه الكبايه مش هيئه المجتمعات العمرانيه فرضت علينا رسوم تغيير نشاط، مع ان احنا لا غيرنا النشاط ولا لينا في تغيير النشاط. تغيير النشاط تم بقرارات السيد رئيس الجمهوريه لتحويل المنطقه لمنطقه سكنيه. بالاضافه فرضت رسوم للمرافق ورفض. اولا احنا لينا مطالب محدده، الفصل بين رسم تغيير النشاط ورسم المرافق حتى يصل الطعن عليه في المحاكم. طبعا الرسم تقدير هلامي، لا عارفين ايه هي الشركات اللي هتنفذ ولا العطاءات راح لها ازاي. معلش يا استاذ محمد، ولا الكلام ده كله تم ازاي عشان ما توهش منك وعشان المشاهد ما توهش منك. انتوا اشتريتوا ارض، انتوا عدد من الاسر الكثيره اشتريتوا ارض في منطقه القادسيه الامل والقادسيه قبل يعني قبل الثوره يناير ايام حسني مبارك، ثم اشتريتوا ارض عاديه لم تكن مخصصه. اشترينا معانا من الف من الف لم تكن سعادتك الارض دي كانت مخصصه مباني ولا كانت ساعه ما اشتريتوها كانت مخصصه ايه؟ لا سعادتك، هي هيئه التنميه الزراعيه ووزاره الزراعه باعت الارض دي بغرض الاصلاح الزراعي. كويس جدا تمام. لشركه القادسيه وللجمعيات. كويس كويس. ولكن لعدم قابليه الارض للزراعه اتحولت لنشاط عمراني. ظهور تقارير فنيه من وزاره الزراعه نفسها ومن وزاره الدفاع ومن وزاره الري بتقول استحاله الزراعه في الارض دي وعدم وجود مصدر مياه، تحولت بقرار رئيس الجمهوريه 66 لسنه 2009 للنشاط سكني. كويس جدا. مدينه سكنيه. كويس جدا. احنا هنا ما غيرناش نشاط الارض. كويس، لا انت ما غيرتش، انا ما بقولش انت غيرت، بقول هي اتغيرت بناء على القرارات الرسميه من 2009 ل 2024 15 سنه. ايه اللي حصل بقى في 15 سنه دول؟ ما حصلش اي حاجه سعادتك، في حاله جمود، في وقف تعامل على الارض، رفض تسليم الارض للملاك، لان الارض دي اصبحت ذات مكانه وذات قيمه اقتصاديه عاليه جدا، لان هي قريبه من التجمعات السكانيه الكبيره زي القاهره والزقازيق وعواصم المحافظات، وكذلك مدخل العاصمه الاداريه. مشكلتنا يا فندم ان الارض بتاعتنا اصبحت مدخل للعاصمه الاداريه ويمتلكها افراد، فبالتالي احنا اشترينا باسعار بنظر الحكومه بحته فلا نستحق هذه الارض. لكن الخطا الكبير اللي هم مش متدرجينه ان عدد الملاك كبير قوي، فبالتالي صعب عليهم ان هي يتم مصادرتها او ان هي مش ملك فرد بمعنى اصح.
هي دي الصعوبه اللي بتقابل الحكومه المصريه. طب معلش يا استاذ محمد، انت قبل ما تطالب، طبعا هسيبك تطالب زي ما انت عايز، انت قلت جمله لازم اتوقف عندها، هو انتوا ما استلمتوش الارض لحد دلوقتي؟ موقوف التعامل، ما حدش يقدر يحط طوبه هناك ولا يقدر يقرب من الارض بدعوى ان احنا بنبحث الملكيات وبنبحث الملفات وهكذا ومش عارفين دي بتاعت مين وفي تعدد بيوع وفي مشاكل على الارض بتاعتكم، وبالتالي احنا مش هنقدر نسلمكم الارض دي اصلا دلوقتي لما نبحث الملكيات ونشوف مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش. تعبت استاذ عماد. ايوه استاذ عماد، احنا مشكلتنا ملخصها الاتي: الارض اصبحت ذات قيمه سعريه سوقيه عاليه جدا، واحنا شاريين باسعار من وجهه نظر الحكومه اسعار زهيده، لكن في الوقت اللي دفعنا فيه ثمن الارض ما كانتش اسعار زهيده. الجنيه الدولار كان بكام؟ كان ب 3 جنيه و 4 جنيه ايام ما اشترينا، دلوقتي الدولار ب 55 جنيه. انا بطالب الحكومه بتشكيل لجنه عشان هم اصلا متقاعدين في بحث الملكيات، رافضين اعلان الشركات اللي هي قدمت الداتا من عدمه، رافضين اعلان جداول زمنيه للملاك، اعلنوا عن فتح باب التقديم للملكيات في سنه 2016 وفي سنه 2018 وفي سنه 2020 اخر مره دي بالبريد، ومع ذلك لحد دلوقتي لا في واعلنوا عن مبالغ مغاله فيها بالنسبه لتقدير المرافق، قالوا 1200 جنيه على المتر بالنسبه لمساحه الارض كامله. الشركات دي ساعتها لما باعت الاراضي كانت عامله تقسيم شوارع على 10 متر شوارع، واحنا ارتضينا واشترينا وتمام التمام. جت الهيئه بتقول اقل الشارع لازم يبقى 40 متر ولازم يبقى 30 متر، واحنا هنستقطع من اراضيكوا تاني نسبه 15%. طب احنا متهمين في الشوارع ودافعين حقها للشركات، والشركات عشان تبيع وتعمل تمايز لاراضيها سابت لنا نسبه معينه من الشوارع كمساهمه منها او كتحليه منها لسلعتها عشان احنا نشتري منها الاراضي. قالوا ما فيش اعتراف بالشوارع دي خالص، نسب الخصم دي خالص ما فيش اعتراف بيها، احنا هنخصم على صافي العقد اللي انت تمتلكه ما يعادل 15% من المساحه. الناس ارتضت على ذلك. ظهر بعد شويه قالوا لا، لحد 500 متر هنختم 15%، ان 501 متر 502 متر هنختم 20%. يعني انا النهارده لو مواطن بيمتلك 500 متر يتخصم منه 75 متر، لو مواطن بيمتلك 505 متر هيتخصم 101 متر على كلمه 20% خصم. يعني اللي بيمتلك زياده 5 متر هيتخصم منه في الشوارع 25 متر زياده او 23 متر زياده على اللي بيمتلك 499 او 500 متر. طيب طلباتكم ايه يا استاذ محمد؟ طلباتكم انتوا عايزين ايه من الدوله عشان تحل مشكلتكم؟ تمام، احنا طلباتنا مبدئيا طالما الدوله ما عندهاش النيه ولا الرغبه ولا الاراده في تسليم الناس اراضيها، المطلب رقم واحد وده من كثير من الملاك وتم عرضه على السيد رئيس الجهاز السابق مهندس احمد علي وصاحب الهيئه، تشكيل لجنه سعريه لبحث امكانيه شراء الارض دي للمواطنين والبحث عن مستثمرين اجانب. وانا اقترحت على المهندس احمد علي خد مننا المتر اللي احنا اشتريناه ب 70 ضعف ثمنه وهاتوا مستثمر اجنبي يشتري بالدولار عشان البلد فيها ازمه دولاريه وانتم محتاجين الدولار، وحاسبونا احنا بالجنيه على قيمة ما اشتريناه 70 ضعف القيمة الشرائية اللي احنا دفعناها. يعني انا شاري 200 متر، المتر ب 200 جنيه، تمام؟ كده انا دافع 40,000 جنيه، اضربهم في 70 وقول لي خلاص اعمل لي تخارج. اشمعنى 70؟ اشمعنى 70 يا استاذ محمد؟ يبقى ده اشمعنى 70؟ انا حسبتها بناء ما هو 70 ده والله استاذ عماد ما هو مكافئ للسعر العادل اللي احنا الفلوس اللي احنا دفعناها يا فندم في الوقت دون
الجرام الذهب كان ب 40 جنيه، النهارده جرام الذهب بكام؟ انا ما بقولش 200 ضعف ولا 300 ضعف، ما انا عارف ان ظروف البلد اصلا احنا موافقين على 70. احنا كملاك مو موافقين على 70 ضعف الثمن اللي دفعناه، وبنعتبر نفسينا ان احنا بنساعد الحكومه في تاديه مهامها وواجباتها تجاه الشعب، وتجيب مستثمرين اجانب وتجيب المستثمرين المصريين، تجيب اللي تجيبه بقى، تجيب ناس من اي دوله وتديهم الارض وتحاسبهم هي بالدولار. لكن انما عشان احنا لو قعدنا 20 سنه تاني فوق ال 20 سنه اللي قعدناهم عشان نسيب سنتي من الارض مش متر من الارض، احنا معانا عقود ملكيه وصلوا مجموعه كبيره قوي من الملاك لحالات من التخبط والهذيان. ناس تطلع تقول ده الارض دي هتتنزع منفعه عامه، ناس تطلع تقول ده الارض دي مش هنستلمها، ناس تطلع تشتكي في اماكن ملهاش اي صفه للشكاوى. مفيش اي مردود ايجابي خالص من الهيئه او من الجهاز تجاهنا. باب التهديد يا فندم مقفول بقاله من 2020 لحد دلوقتي على اساس الناس اللي ليها ملكيات اراضي تقدم. طب انت النهارده بتستلم شيكات من الناس وبتعمل قرعات للناس، وفي المقابل ممكن تسلمني قطعه ارض لا هي بتاعتي وملك واحد تاني ما قدمش ورقه. طب الواحد التاني ده لو ظهر ان تسلسل ملكيته صحيح والارض دي امتلكها، انت هتعمل معايا ايه؟ اللي خدت مني شيكات وخدت مني فلوس، والتاني اللي هو بره اللي انت ما خدتش ورقه ده هنعمل احنا ايه مع بعض؟ هنموت بعض يعني، ولا هنرفع قضايا على بعض عشان الجهاز والهيئه يلموا فلوس؟ ولموا اكتر من 500 مليون، وعلى حسب كلامهم لموا حوالي 2 مليار، ولحد دلوقتي ما فيش اي شيء من المرافق اتعمل، بين محطات الكهرباء، بين محطات الميه، بين محطات الغاز الطبيعي اللي انت بناء عليها هتسلم الملاك. عمل قرعه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لعدد حوالي 6000 من الملاك، طب احنا 120000 مالك هتخلص الملفات دي في 50 سنه؟ فواضح كده ان في شيء من الفشل والعجز التجاري كحال البلد في معظم الامور. لكن انا بقترح الاقتراح دون، اشتري انت يا عم مننا الارض، ده في المكتوب في قيمه العقد، خد انت الارض دي دع مستثمرين اجانب وناس كتير قوي هتوافق على التخارج بالطريقه دي. طيب ويبقى دين محترم الدوله بتقدمه لمواطنيها، بحيث ان انت شايف ان الارض القيمه خليت، وشايف ان الناس دي ما تستاهلهاش سعادتك. نعم. انا من ضمن الاقتراحات وصلت الفكره بتاعتك يا استاذ محمد، تعتبر فرصه نادره للكلام. انا بشكرك شكرا شكرا جزيلا يا استاذ محمد، وصلت فكرتك. شكرا جزيلا الاستاذ محمد فاروق المحامي واحد ملاك مشروع الامل والقادسيه، والفكره بانت الحقيقه.